معنا بروفيسور عماد زخاري، بروفيسور في جامعة سانت لويس وأستاذ جراحة أوعية دموية. أهلا وسهلا بحيك يا دكتور. أهلا بيك. كنا عايزين نعرف رأي حضرتك في مؤتمر آي ماك السنة دي. المؤتمر منظم كويس، والهوتيل والأمينيتيز بتاعته أوتستاندينج، يعني سو فار فيري نايس. اوكي، ايه راي حضرتك في التعاون الدولي والخبرات الدوليه اللي موجوده في المؤتمر السنه دي، وحضرتك شايف ده ازاي هيفيد المؤتمر؟ في مجموعه كبيره من حتت كتير، فده بيدي انبوت من اماكن مختلفه وطريقه عمل حاجات بطرق مختلفه عن ما انه من مكان واحد يعني. تمام. ايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنه دي في المؤتمر؟ هو مش جديد يعني، طالع قريب قوي، لكن هي حاجات تكنيكس جديدة للعلاج الأورتيك أنيوريزمز والتغير والديفلوبمنت بتاع الديزاين بتاع الجرافت، ازاي بيعملوها، والتطور اللي حاصل في الدعامات بتاعة الأورتيك، التمدد الشرياني، ازاي ديزاين ده اتعمل، وازاي نعمل الطريقه دي، الدعامات دي في حالات اللي هو الانيوريزم الامرج، في الحاله المستعجله اللي فيها انيوريزم فرع يعني. تمام، ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شكرا على وقتك. شكرا جزيلا.